Bienvenue sur Français Facile Tube. فهاد لا فيديو ان شاء الله غنخدم معكم لا دوزيام بارتي ديال لو ريزومي دو شاك شابيتر ديال لو رومون إلي تيت اون فوا ان فيو كوبل اورو دو محمد خير الدين من شابيتر 14 دال شابيتر 27. الوغ كنا وقفنا في الشابيتر 13 مانتنون لو شابيتر 14 لو ترانزيستور جابوني كعنوان يقدر نعطيو لهذا الشابيتر هذا لو ترانزيستور يعني الميديا الصغير الياباني لو فيو فيتوبيرا كونتر لي ريش كي سيتي تانستالي دون لو فيلاج الوغ لو فيو كنهضرو هنا على بوشعيب بطبيعه الحال الوغ فيتوبيري سيتادير يعني كيأنب وكينتقد هادوك لي ريش الاغنياء كي سيتي تانستالي دون لو فيلاج لي جاو من الشمال ديال المغرب ومن كازابلانكا هما موظفين ولا تجار داكوغ هما اغنياء جاو لو فيلاج ديال بوشعيب اي كوندان لوغ فيس وكيستنكر الافعال ديالهم يعني المشينه والقبيحه الغير لائقه leur engouement pour la modernité fallacieuse يعني engouement يعني الولاء ديالهم والاعجاب الشديد بالحداثه الخداعه fallacieuse تدير الخداعه يعني دايره بحال السراب ماشي حقيقيه et leur fortune والثروه ديالهم la fortune الثروه bâtie grâce au vol يعني اللي داروها اللي صنعوا ديك الثروه grâce يعني يعني بالسرقه غاس او فول يعني السرقه باش داروا هذيك الثروه ديالهم سا كولير سا بيزا يعني القلق ديالو بيان الغضب ديالو يعني سا بيزا على فيو يعني كيتهدن ملي شاف لي زامون دي فلوري دوك اشجار اللوز المزهره سو ماتان لا فهاد الصباح هذا دو فيفريي الى لا على مينوتري مشى للطاحونه اون في دو ريكوبيري ان كولي باش يجيب واحد الكولي واحد الطرد اون بروفونونس دو ليكزاغون جاه من الخارج دو روتور شي لوي ملي رجع لعندو الي تروفا لقى اوتر لو تي اي لو تابا كو لوي انفوايي ريغوليرمون شاك تريمستر ان امي ريزيدون اون فرانس لقى كذلك الشاي وسجائر اللي رسل ليه اللي كان كيرسل ليه بصفه منتظمه كل 3 شهور كل تريمستر انامي صديق ديالو ساكن في لا فرانس il réside en France ان ترانزيستور جابوني واحد الميديا صغير ياباني اي اون روب فرونسيز بور لا فيي يعني واحد الرداء ولا واحد الكسوه فرنسيه بالنسبه للعجوز للزوجه ديال بوشعيب او سيتو ايل سومي ا ايكوتي لي بارول دحواج الوغ كيتصنت لهذا الاحواج سون ايبوز ابريسيا بوكو سي شون بربير الزوجة ديالو معجبة كثيرا بالأشعار الأمازيغية أو البربرية ديال بوشعيب شابيتر 15 الفصل الخامس عشر لي زونوي دامزيل يعني لي زونوي المشاكل وبيان المتاعب ديال لو بيرسوناج لي سميتو أمزيل لو فيو في فينيغ أمزيل بور كيل فير لا مول لو فيو بوشعيب جاب أمزيل باش يعني يحدد ليه يعني ديك الرحه وبيان الطاحونه لو طرافاي اشفي ملينها المهمه ديالو الى انفيتا لو ماريشال فيرون ا بروندر ان فير دو تي يعني استضاف هذاك امزيل اللي هو صاحب الورشه باش يشرب معاه اتاي Ce dernier lui conta ses ennuis à cause de l'accouchement difficile de sa femme. هذا الأخير هذا يعني أمزيل عاود ليه المتاعب ديالو المشاكل ديالو بسبب يعني الولادة المتعسرة ديال الزوجة ديالو l'accouchement difficile الولادة المتعسرة والصعبة. Il lui parla de la bien فزونس دو الحاج الحسن كي لافي ايدي هضر لي على يعني الكرم وعلى حسن الاخلاق ديال الحاج الحسن اللي ساعدو شابيتر 16 لا مودرنيتي ا رويني لو ماريشال فيرون الحداثه دمرات هذاك امزيل اللي هو لو ماريشال صاحب الورشه لو ماريشال فيرون وديني يعني في وقت العشاء
Bouchaïb relata à sa femme la mésaventure d'Amzil. Bouchaïb عاود الزوجة ديالو حكى ليها على لا مزافونتور، يعني على المشاكل وعلى يعني الكارثة اللي وقع فيها أمزيل. Il ne manqua pas de louer la générosité et la noblesse de الحاج الحسن، اي يعني ما فاتوش باش يشكر وباش يمدح الكرم، لا جينيروزيتي الى النوبليس يعني الانسانيه والاحسان ديال الحاج الحسن. Il se désola à cause de la ruine du maréchal Ferrand، كيتاسف على يعني لا روين يعني الافلاس ديال لو ماريشال فيرون، بروفوكي اللي تسببت فيها لاندستري مودرن الصناعه الحديثه، اي لا كونكورونس دي برودوي اترانجي، يعني والمنافسه ديال هادو يعني المنتوجات الاجنبيه كو لي جون سو بروكوري فولونتي، اللي كيشريو الناس عن طيب خاطر. افون دو دورمير قبل ما ينعس لو فيو ايكوتا على راديو الاحواج، بوشعيب كيتصنت الاحواج في الراديو. شابيتر 17 لا تري دو لا مودرنيتي، الفصل 17 كعنوان يقدر نطلقو عليه لا تري هي الجاذبيه ديال الحداثه. دوبوي لا غرونديسمون دو ماغازان دو فيلاج، من بعد التوسعه ديال لو ماغازان ديال القريه، لي جون نالي كو غارمون او سوق ابدومادير، الناس ديال القريه قليل فاش كيمشيو لهداك السوق الاسبوعي، حيت عندهم لو ماغازان وسعوه دابا ديال التجاره. ميم لو فيو ديروجي ا سيت تراديسيون، ميم بوشعيب اللي كان كيتمسك بالحداثه يعني كيخالف هاد القاعده، ديروجي يعني كيخالف هاد القاعده باش يمشي للسوق الاسبوعي. سو جوغ لا فهاد النهار هذا il fut au magasin dans le but، مشى لو ماغازان دون لو بوت دو فير دي زومبليت، مشى لو ماغازان باش يعني يمشي يتقضى يدير لي كورس وبيان لي زاشا. D'accord, il voulait se procurer des objets modernes. بغا يعني يحصل على الاشياء الجديده. دون تان ريشو اغاز، من بين هاد الاشياء الحديثه اللي بغا يجيب بوشعيب، حيت قلنا خالف القاعده ديالو، حيت كان كيتشبت وكيرفض كيتشبت بالتقاليد والاصاله وكيرفض كل ما هو حديث. مي مانتنون خالف هاد القاعده، الو غادي يمشي يشري ان غيشو اغاز، واحد سخان ديال الغاز. لو شابيتر 18 غادي نشوفو لو فيو بوشعيب كي فيدال او تراديسيون، يعني وفي التقاليد. لوغسكو لو باترون دو ماغازان لوي كونسيا دو سو بروكوري دي زونغري، ملي لو باترون صاحب يعني المتجر يعني نصحو باش يعني ياخد لي زونغري السماد، بوشعيب ساندينيا اي رفوزا نت. بوشعيب استنكر وحس بالاستياء، اي رفوزا نت ورفض بطريقه صريحه نت. il acheta un cuisseau de chevreau et des plombs puis revint chez lui، شرا واحد الرجل ديال لو شيفرو ديال الماعز اي دي بلون puis revint chez lui. Après avoir planté les herbes يعني من بعد ما زرع هذوك الاعشاب اللي شرا، acheté au magasin اللي شرا من لو ماغازان، il se remit à écrire l'histoire du saint، يعني رجع كيكتب الحكايه ديال داك لو سان، يعني داك القديس الصالح. avec l'espoir qu'un jour مع امل يعني شي نهار كيلكان ديكوفريغي شي واحد غادي يكتشف هذاك لو مانوسكري ديالو، هذيك الخطاطه ديالو اللي كتب بيديه، اي لو بوبليغي وغادي ينشرها. لو شابيتر 19 اكريغ كونتر لوبلي، يعني الكتابه من اجل النسيان كوسيله للنسيان. لي بروبريتير فوندير لور تروبو دو شيفغ اي دو بروبي، يعني المالكين
كيبيعوا لي تروبو ديالهم ديال لي شيفر اي دو بروبي، يعني القطعان ديال الماعز وديال الخرفان. il n'en voulait plus، ما بغاوهمش مازال. لايول دوايين دو لا ريجيون، يعني الجده هذيك يعني عميده القريه وبيان المنطقه، il refusait cependant de quitter la demeure، يعني كترفض باش تغادر المنزل ديالها. ديلابغي و ال فيجيتي اون كومباني دو سون فيس ديموني. الوغ هذيك العميده ديال ديك المنطقه يعني كترفض باش تكيتي المنزل ديالها اللي هو متهالك. دي لابغي متهالك يعني وقديم. او ال فيجيتي فاش كانت تزرع اون كومباني برفقه الولد ديالها كي ديموني، يعني فقير ومعدوم. لو فيو فوي ان غران ريسبي ا سيت فيي فام. لو فيو بوشعيب يكن احترام كبير لهاد المرأة العجوز. إل إتي تافليجي أليدي كابخي لا موغ، هو يعني حزين، أفليجي حزين بمجرد فكرة بأن بعد الموت ديال هاد المرأة العجوز. لو فيس غونيي باغ سي فخيغ، الابن ديالها اللي نكروه الاخوه ديالو، اللي غنيه يعني تنكروا ليه الاخوه ديالو. il vend la demeure، باع ديك المنزل، داك المنزل كي سوغي ديمولي، اللي غادي تهدم. بوش عيب ديبلوغا لا فونت دو تروبو، بوش عيب كيتاسف اوسي على البيع ديال لو تروبو ديال القطيع ديال الغنم والماعز ديال هذيك المراه العجوز. الوغ يعني بوشعيب كيتاسف على كل شيء، اي حاجه يعني عندها علاقه بـ بـ بالاصاله، سيتادير ديك لا ميزون القديمه ديال العجوز، لو تروبو ديالها، القطيع اي تو سا. ديرني سامبول دو لا ريجيون غاني، يعني الرمز الاخير ديال لا ريجيون ديال المنطقه. غاني باغ اون مودرنيتي فرينيتيك، يعني اخر ما تبقى من هاد يعني الرمز ديال التقاليد في هذه المنطقه، كي غاني اللي استولت عليها لا مودرنيتي فرينيتيك، يعني الاصاله اللعينه. داكور، او الهائجه جدا، المسعوره، نوع من الاصاله المسعوره، يعني فقط الحد ديالها. لو تروبو لوي رابلي لونسيتر فوني دي صحارا بور سانستالي دون لا ريجيون. كيفكر ليه هذاك لو تروبو، هذاك القطيع ديال الاغنام، كيفكر ليه لونسيتر فوني، يعني داك الجد ديالهم وبيان السلف ديالهم اللي كان جاي من الصحراء بور سانستالي، باش يعني باش يتانستالا في لا ريجيون. داكور، باش يقيم في ديك المنطقه. سي بور بريزيرفي، الهدف ديالو هو بريزيرفي، يعني باش يحافظ على لو باتريمون كو لو فيو ايكريفي، يحافظ على التراث اللي يعني الشيخ العجوز كيكتب. لو شابيتر 21 لا بوبليكاسيون دو لوفر دو فيو، يعني النشر ديال الكتاب ديال بوشعيب لو فيو. Au grand étonnement de son épouse، أمام الدهشة الكبيرة والتعجب ديال الزوجة ديال بوشعيب، لو فيو سو ريفيا او ميليو دو لا نوي. بوشعيب كيفيق في يعني منتصف الليل بوغ سي ميتر ايكخيغ، باش يكتب. إل لا راسورا اون ديزون كو ليكخيتور، طمأنها وهو كيقول ليها بان ليكريتور الكتابه اي لو راجونيسي، يعني كتردو جون، كتردو شاب. ابري كيلكو سيمين دو ترافاي، من بعد عده اسابيع ديال لو ترافاي ديال العمل، اي اشفا سون اوفر، كمل لوفر ديالو، العمل ديالو اللي كان كيكتب، وبيان القصه ديالو، بيان الاشعار ديالو. اي في فوار لي ميم ا لا مدرسه، ومشى شاف الامام ديال المدرسه القرانيه. سو ديرنيي لا في كاليغرافيي، هاد الاخير هذا يعني الامام ديال المدرسه، يعني الى كاليغرافيي يعني كتبها بواحد الطريقه فنيه. داكوغ، باغ لان دو سي ديسيبل، من طرف احد التلاميذ ديالو، اي غاردا
la garda à la bibliothèque et garda à la bibliothèque واحتفظ بها في المكتبة dans l'espoir qu'un mécène veuille l'imprimer يعني على أمل ان ميسين هو واحد راعي وبيان واحد المحسن واحد فاعل خير il veut l'imprimer غادي ينشرها يعني من ماله الخاص ان موا بلو تاغ واحد الشهر من بعد ان بروفيسور ا لانستيتو دو تارودون واحد الاستاذ في المعهد ديال تارودانت اوفري اون سوسكريبسيون داكور اعلن بان هناك اكتتاب يعني اكتتاب يعني واحد المشروع غيشتركوا فيه بزاف ديال الناس كل واحد غيتبرع من جهه باش يمولوا شي عمل ولا شي مشروع الوغ لو اي لو ليفر في لو جور وهذاك الكتاب ديال بوشعيب شاف النور يعني ظهر الوجود بفعل هذا الاكتتاب هذا الاشتراك ديال الناس المحسنين والرعاه مي بيان كو لي ميديا اي انيوغي سيت اوفر ولكن حيت وسائل الاعلام يعني تجاهلت هذا العمل هذا Un chanteur manifesta son désir de mettre l'histoire en chanson. واحد الموسيقي ولا واحد مغني يعني ظهر الرغبة ديالو باش يعني يرجع ديك القصة ديك الاستواغ يعني يرجعها لأغنية Le vieux refusa. Le vieux بوشعيب رفض مي سوغ انسيستونس تحت إصرار ليديتور الناشر et de l'imam, imam al-madrasa al-Qur'aniya, il finit par accepter cette offre. يعني قبل اخيرا هاد لوفر هادي هاد العرض هذا او بيان هاد الاقتراح انسي لوتور غانيا د لارجون يعني لذلك يعني نتيجة لذلك لوتور اللي كتب هاد ليستواغ هادي يعني بوشعيب il gagna de l'argent يعني ربح النقود dont il offrit une partie وهدا واحد النصيب منهم الامام ديال المدرسه الامام بور لا ريفيكسيون دو لا مدرسه باش يصلحوا بها يعني يديروا بها اشغال ديال الاصلاح ديال المدرسه القرانيه شابتر 22 لا ديفيزيون اوديو فيزويل دي بويم يعني كعنوان لهذا الشابتر 22 هذا الفصل 22 يمكننا نقولوا يعني لا ديفيزيون البت اوديو فيزويل سمعي البصري ديال الاشعار ديال بوشعيب لو فيو اكسبتا لا ديفيزيون اوديو فيزويل دو سون ليفر بوشعيب اخيرا قبل البت السمعي البصري ديال الكتاب ديالو كار de la sorte les analphabètes y auraient accès يعني اشنا هو الغرض ديال بوشعيب يعني الهدف ديالو هو الناس اللي ما قارينش لي زانالفابيت الاميين يعني يقدر يعني يكون عندهم اكسي لهاد الاشعار ديالو باسكو ما كيعرفوش يقراو مي الا شات تفرجوا فيها وسمعوها غادي يعني غادي تعرفوا على الاشعار ديال بوشعيب سوبوندون il préférait des lecteurs lettrés رغم ذلك بوشعيب كيفضل قراء يكونوا يعني عارفين يقراو ويكتبوا يسون كابابل دابريسي لا بوتي هادوك اللي هما يعني عندهم القدره باش يعني ابريسيو يعطيو القيمه الحقيقيه ويعرفوا القيمه الحقيقيه ديال لا بوتي ديال لوفر ديال بوشعيب ديال الجماليه ديال الاشعار ديال بوشعيب مي الى تصنتوا ليها راه ماشي بحال sa femme fut contente زوجة ديالو ديال بوشعيب يعني فرحة وسعيدة كنت لو كاليفيا على لا راديو ملي كان يعني نقدروه وكان نشيدو يعني بالاشعار ديالو في لا راديو ديال الاكادير دو سو غران بويت بهذا الشاعر الكبير اللي هو بوشعيب بوشعيب لوي برومي داشتي ان ليكتور وعد الزوجه ديالو باش يشري ليها واحد لو ليكتور دو كاسيت يعني واحد السجاله ديال لي كاسيت افان كيل بويس ايكوتي باش تصنت الاشعار ديالو كي سوغي اونغوجيستري سور كاسيت حيت غادي تسجلو على يعني لي كاسيت Chapitre 23 Le poème Tisli Touamen. Alors, Kassidet
تسليت ومان قصيده جديده كتبها بوشعيب. كالكو جوغ بلو طار شي ايام من بعد لو فيو اشتا او ماغازان ان ليكتور. لو فيو هنا ديما كنقصدو به بوشعيب، شرا في لو ماغازان ان ليكتور، يعني هذاك اللي كي سجاله اللي كتدوز القصيدات، دي كاسيت دو حج بالعيد اي اون لامب ا غاز، واحد لا لامب ديال الغاز، واحد المصباح ديال الغاز. لورسكيل فو دو روتور ا لا ميزون، ملي رجع من لا ميزون ملي رجع لا ميزون ديالو، il confia à son épouse، يعني اسرى الزوجه ديالو son intention، النيه ديالو d'écrire un poème intitulé، باش يكتب واحد لو بويم، واحد قصيده جديده تحت عنوان تسليت ومان. اون sa qualité de poète divin، يعني يعني بصفته شاعرا يعني دينيا يعني ملتزم، il exprima sa crainte، يعني كيعبر على الخوف ديالو d'une imminente sécheresse qui aurait des effets désastreux، يعني كيعبر على القلق ديالو من واحد الجفاف وشيك اللي غادي يكونوا عنده عواقب وخيمه. Chapitre 24 L'incendie du verger. حريق البستان. Un jour واحد النهار بوشعيب assista à l'incendie، حضر l'incendie الحريق ديال لو verger ديال لو بيرسوناج اللي سميتو أموح، داكوغ، الحريق ديال البستان ديالو بيان الحديقة ديالو. لو لوندمان الغد ليه il a pris qu'on avait trouvé dans le verger، الغد ليه سمع بانه لقاو في هذاك لو فيرجي في هذاك الحديقه وبين البستان دي كانيت دو بيير، يعني لي كانيت ديال البيره اي دي ميغو، يعني اعقاب السجائر، دوك مخلفات ديال السجائر هما اللي داروا الحريق في داك لو جاردان. اي تي سور كو اموح سوغي، اي تي سور، هو متاكد بلي اموح سوغي دي دوماجي، غادي يعوضوه هادوك على الخسائر ديالو، هادوك لي بارفوني يعني وافدين الاترياء اللي جاو من الشمال ومن كازا. الوغ دون لي فيس ديبخافي افي بروفوكي لانسوندي، هادوك لي بارفوني اللي ولادهم اللي هما سون ديبخافي، يعني ما مربينش يعني لا اخلاق لهم، افي بروفوكي، هما اللي داروا لانسوندي، هما اللي سببوا في لانسوندي حيت كيلوحوا تما الاعقاب ديال السجائر. لو كوبل كونفيرسا لونغمون دو لا فامي ديجينيري دو موح، الوغ لو كوبل بوشعيب والزوجة ديالو كيهضروا مطولا يعني مطولا على لا فامي ديجينيري ديال أموح. ديجينيري يعني خرجت على السيطرة. أبخي كوا بوشعيب كونتينيا إيكخيغ سون بويم أون فيمون إي سيغوتون لو تي، من بعد بوشعيب كمل الكتابة ديال القصيدة ديالو وهو كيدخن السجائر إي كيشرب شاي. شابيتر 25 لا فيزيت دو لامي دو فرانس، زيارة ديال الصديق ديالو اللي جا من فرنسا. ان ماتان واحد الصباح رضوان لو فيي امي دو فرانس، يعني الصديق ديالو العجوز اللي جا من فرنسا 20 ابري 30 طون ديكزيل، رجع للمغرب من بعد 30 عام ديال المنفى. روندغ فيزيت او فيو، جا باش يدير زياره لبوشعيب. لو فيزيتور دي، يعني هذاك رضوان كيقول لبوشعيب كون بارلي ا باري دو سون ليفر، بلي كيهضروا على لو ليفر ديالو اللي كتب على الشعر ديالو في باري. il déplora les conditions de vie des émigrés dans l'hexagone. alors يعني كيتاسف على ظروف ديال العيش ديال المهاجرين لي زيميغري دون ليكزاغون في فرنسا، نوتامون ا كوز دو لا مونتي دو فاشيزم، خصوصا يعني بعد تصاعد الفاشيه اي دو راسيزم والعنصريه. لي دو زوم يعني بوشعيب اي رضوان اون فينغ ا دو فيزي دو لا مودرنيتي فالاسيوز دو فيلاج. هاد لي دو زوم
بوشعيب إيرادوان كيناقشوا لا مودرنيتي، الحداثة الخداعة يعني اللي دايرة بحال السراب ماشي حقيقية. دو فيلاج او غاني لا ميزير اي لو كولت ديال هاد لو فيلاج، فاش كيتسود يعني كيسود فيها الفقر اي لو كولت دو لارجون سيتادير عبادة المال. او مومون او il parlait او مومون او il parlait de l'âne et de la mule، ملي كيهضروا الوقت اللي كيهضروا فيه على الحمير، لو فيو اي لو فيزيتور اونتوندير ان كو دو فو، سمعوا واحد طلقه ديال البارود. الو لوت اكسبليكا كو سيتي حماد كي شاسي لي بيردرو. الوغ بوشعيب كيشرح ليه بان واحد البيرسوناج اللي سميتو حماد هو اللي كيصيد الطيور. دي مينوت بلو تاغ 10 دقائق من بعد لو براكونيي ابورتا سي فولاتيل اون سونغلونتي. الوغ لو براكونيي هو صياد يعني جاب 6 ديال الطيور عامرين بالدم اون سونغلونتي. لو ديجوني تيرميني الغداء كمل سالاو الغداء تغداو. غدوان دي او فيو رضوان كيقول لو فيو كيل دوفي بارتيغ اكادير بلي خاصو يمشي لاكادير او الافي رونديفو كان عندو موعد افيك دي بيرسون امبورطونت مع اشخاص مهمين. il comptait acheter une ferme d'agrumes يعني باغي يشري واحد لافيرم واحد الضيعه ديال الحواميد لي زاغروم اي انستالي اون اوزين وغادي يبني واحد المصنع دو برودكسيون دو جو دورانج لانتاج عصير البرتقال. ابري لي سالوتاسيون دوزاج يعني من بعد التحيه المعتاده لو فيزيتور بارتي اي لو فيو سون دورمي. لو فيزيتور لي هو رضوان مشى اي لو فيو سون دورمي نعس. شابيتر 26 لا سيشريس الجفاف. سيتي فيغ لا في هاد الشتاء لا سيزون سانونسي مال يعني الفصل يبدو سيئا اكوز دي بلوي بسبب الشتاء كي طاردي افونيغ لي تعطلات ما نزلاتش. سيتي لا سيشخيس يعني هذا هو الجفاف. لي بيت كروفي دو فان اي دو سواف يعني الدواب كيموتو بالمجاعة وبالعطش. Et bien que les autorités aient décrété, يعني السلطات يعني صدروا واحد لو ديكري واحد القرار qu'on ne sacrifierait pas de mouton à l'occasion de l'Eid al-Kabir. C'est-à-dire ما غاديش يضحيو الأضحية ديال العيد الكبير بسبب الجفاف يعني وقلة الماء. Certains gens égorgèrent des ovins يعني بعض الناس ذبحوا يعني الاغنام. دون لي بيدون فيل في الاحياء الصفيحيه اكلاطا اونيموت يعني كاينين اعمال شغب كي فيو ريبريمي دون لو سون لي تم قمعها. سي الوغ كو ليتا سومي ا كونستروير دي باراج يعني لهذا الامر يعني الدوله ولات كتستعمل الحواجز الطرقيه. او فيلاج لي زيفي دو لا سيشريس في الباديه تاثيرات ديال الجفاف نو سو فوزي با سونتيغ افيك اكويتي يعني في الباديه ما حسوش بديك لا سيشريس داك الجفاف بزاف بحده افيك اكويتي بحده. لا فيي دي ا سون ماري العجوز كتقول للزوج ديالها بوشعيب كو سو كي لافي بريدي دون سون بويم تيسلي توامان سي رياليزي. الوغ قالت ليه بان داكشي اللي تنبأ به في داك لو بوي ديك القصيده ديالو تيسلي توامان راه وقع. اي دو لوي دوموندي دي ليفغ بوغ لوغ فيي فوازين ليتخي، طلبات منو شي كتب باش تعطيهم الجارة ديالهم العجوز اللي هي ليتخي يعني كتعرف تقرا وتكتب. لو فيو ابخي ا سا فام بوشعيب قال الزوجة ديالو افيغ فونكسيوني لو مانيتوفون بوغ كيل بويس ايكوتي سي بويم، قال ليها باش تخدم يعني الميديا باش تسمع الاشعار ديالو.
اللي غناهم واحد الرئيس دون سي بويم في الاشعار ديالو. ايل بارلي دو لامور، كيهضر على الحب، دو لا بوتي الجمال، دو لا ناتور الطبيعه. اون بيفون لو تي، وهو كيشرب الشاي، لو فيو كونتمبلي لا مونتاني، لو فيو بوشعيب كيتامل الجبل، اي ريفليشيسي كيفكر او شونجمون كو لو طون ابورتي، كيفكر في يعني التغييرات اللي طرات يعني بفعل الزمان. il se souvient de Robin qui lui a porté ses porte plumes، يعني كيتفكر واحد الشخص سميتو خوبان اللي جاب ليه يعني دوك الريشات باش كيكتب، سي كرايون الاقلام اي سي كاي والكتب والدفاتر. سيتي ان اوم كي يمي سا فام دان امور بروفون، يعني هاد خوبان هذا كان واحد الرجل اللي عزيز عليه الزوجه ديالو بواحد يعني طريقه يعني بواحد درجه كبيره. Le dernier chapitre 27, l'espoir, l'amel. La deuxième année de sécheresse, l'العام الثاني ديال الجفاف, était très, très terrible, ou bien plus terrible, أكثر شراسة. Les bourgades furent désertées par les habitants. يعني لي بورغاد هما البلدات او بيان القرى، ال فور ديزيرتي بار لي زابيتون، يعني ولاو مهجورين من طرف السكان. سوبوندون لو فيو نو سانكيتي با بور سون فيلاج، بوشعيب ما مقلقش او بيان ما مشطونش على لو فيلاج ديالو. ال ستيغماتيزي يعني كاين ضد سو كي ميغر، كاين ضد بهذوك الناس اللي كيهاجروا بور سون طاسي دون لي غيتو دي فيل، باش يتجمعوا ويتعرموا في لي غيتو ديال لي فيل، يعني في الاحياء الفقيره ديال لي فيل. اي لي بارفونو ان ديفيرون، وكاين ضد اوسي بهذوك الوافدين الاغنياء اللي غير مهتمين بالمصير دو سور دي ديموني، بالمصير ديال هذوك الناس اللي محرومين، الفقراء ديال الباديه. اون دي بي دو مالور، برغم هاد الماساه بوشعيب ريستي كونفيون دون لافونيغ، بوشعيب يعني كيبقى يعني عنده الثقه ومتفائل بالمستقبل. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. سي فوز افي ايمي لا فيديو نيزيتي با ا لايكي اي بارطاجي او ماكس. ميرسي بور فوتر اتونسيون.